ده سببا في تزايد أعداد الوفيات من المصابين. فالمسؤولون في المجال الطبي أكدوا خلال مؤتمر علمي أن ضعف خبرة الملاكات الطبية في الإسعافات الأولية يعد سببا مهما في زيادة تلك الأعداد، سيما مع استمرار العمليات المسلحة في البلاد فضلا عن الحوادث الاعتيادية الأخرى. طريقة الإخلاء وتصنيف الجرحى من موقع الحدث هو هذا اللي مو صحيح. احنا لحد الان تروح سيارة الاسعاف الموقع الحدث يجيب لي شهيد وتجيني، هذا ما ممكن. انه انا سيارة الاسعاف تروح تنقل لي شهيد، انا سيارة الاسعاف لنقل الجرحى، هم الاسبقيات الاولى، الاسبقية اولى ثانية ثالثة رابعة حسب الاصابات مالته، الشهيد اسبقية اخيرة. التدريب يقلل من الأخطاء التي تحصل الطبية والأخطاء التي تسابق وقت، ونحن نقول إن هناك ساعة ذهبية التي تكون ما بين نقل الميت من مكان الحدث إلى المؤسسة، ونحن ندرب كوادرنا ونناشد وزارة الصحة إنه التركيز على عملية تدريب الكوادر الطبية. وزارة الصحة التي ترفض النظر إلى النصف الخالي من الكأس عزت الإخفاقات المطروحة إلى النظام الصحي الذي ما يزال طور التكوين، مبينة أن لديها برنامجا لتطوير ملاكاتها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية البشرية، فيما يؤكد باحثون وجود عدم تنسيق بين الوزارات المعنية. احنا بشنا اخر اجتماع بالمنظمة الامريكية واللي احنا بالمركز هسه نعد البرنامج مال التدريب مع قلت لك مع المنظمة الامريكية للتنمية البشرية، انه عندنا 376 مركز صحي على عموم العراق في التدريب. هي مو المشكلة بس سيارة الاسعاف، هي مو بس هي، احنا المشكلة قلت لك احنا عندنا النظام الصحي بعده، يعني بعده في طور التكوين. الخبرة موجودة، الامكانات موجودة، لكن الذي يحدث عندما يضرب الإرهاب أطنابه كما يقولون تظهر حالة من الفوضى. المسعف أو الكادر الطبي في هذه الفوضى يجد نفسه أمام عراقيل كثيرة، مثلا زحمة الشارع. الوزارة تتحفظ بشدة على ذكر إحصائيات حول أعداد الوفيات منذ بدء العمليات العسكرية في العراق حتى الآن، إلا أن منظمات إنسانية ودولية تقدرها بمئات الآلاف. كان سوء الإسعافات سببا في فقدان الكثير منهم لحياتهم. نازم محمد، السومرية.